اليوم الهوني حل الفلوس، واليوم الهوني بعد الهدف العالمي اللي سجلوا الهوني قالكم راني هوني، اليوم الهوني قالكم راني في الترجي الرياضي التونسي الروا الباترون الكل في الكل، وقت اللي تستحقوا تستحقوا حمدو الهوني. برافو حمدو الهوني، هدف عالمي يرجع الترجي الرياضي التونسي من الجزائر ضد فريق صعيب بالاكثر من صعيب، فريق برهن انه من افضل الاندية في افريقيا، فريق برهن انه قادر يمشي لبعيد في رابطة الابطال الافريقية، بل حتى قادر شوية روشيك وشوية خبرة قادر انه يفوز باللقب. ونعرف فاش نقول هذا الكل يرجع معاه الترجي الرياضي التونسي بثلاثة نقاط، هذا كان يدل على شيء، يدل انه الترجي الرياضي التونسي حتى لو كان ما يكونش في افضل حالاته يقعد فريق الخبرة. الترجي الرياضي التونسي على طريقة ريال مدريد، بكلنا نعرف ريال مدريد فيكون في نهاره وما يكونش في نهاره يقعد ديما فريق الخبرة كيف كيف الترجي الرياضي. الفرق بين فريق الخبرة والفريق اللي تنقصه بعض الخبرة، فريق اللي تنقصوا الخبرة كتجيه 4-5-6 فرص ما يعرفش كيفاش يستغلها. اليوم شباب الوزداد لو كان عرف كيفاش يستغل الفرص متاعه قادر انه ينهي المقابلة بانتصار عريض 3-4-5-0، لكن طاح امام الترجي الرياضي التونسي فريق الخبرة. الترجي الرياضي التونسي حتى لو كان ما يكونش في افضل حالاته يعرف كيفاش يديبلاسي، الترجي الرياضي التونسي حتى كي يكون مش في افضل حالاته يعرف كيفاش يتمركز ويعرف كيفاش يتعامل مع اوقات ضعفه. اليوم الترجي الرياضي تعامل مع اوقات ضعفه، لكن اول فرصة تجيه سانحة للتسجيل يسجلها ويبرهن انه فريق الخبرة. الترجي الرياضي رغم انه ألقابه في رابطة الابطال الافريقية اقل من الزمالك، لكن ما هوش الزمالك. الترجي الرياضي رغم انه ألقابه اقل من الاهلي المصري كيف كيف ما هوش الاهلي المصري، والترجي الرياضي كيف كيف ما هوش الوداد العالمي. الوداد العالمي اللي انهزم امام شبيبة القبائل، شبيبة القبائل عندهم ملعبية ما همش خالصين، شبيبة القبائل عندهم مدرب يتفرج فيهم من فوق السطح، وما هكا فاز على وداد العالمي، الوداد بقيادة مهدي النفطي المدرب التونسي وترسانة من نجوم. لكن الترجي الرياضي اسمه الترجي الرياضي، الترجي الرياضي على عكس الزمالك وعلى عكس الاهلي وعلى عكس الوداد العالمي، حتى كي ما يكونش في افضل حالاته راهو ما يتعادلش، حتى كي ما يكونش في اسوأ حال افضل حالاته راهو ما ينهزمش. اليوم الزمالك المصري ينهزم امام المريخ او يتعادل امام المريخ السوداني، الاهلي المصري ينهزم امام الهلال السوداني، وكيف كيف الوداد العالمي ينهزم امام شبيبة القبائل. لكن الترجي الرياضي التونسي اليوم ينتصر امام شباب بالوزداد. شباب بالوزداد خلينا نقوله حاليا افضل من الزمالك، افضل من الوداد، وافضل من الاهلي، ومع هذا فاز عليه الترجي الرياضي اللي عاد بتونس بانتصار ثمين، انتصار يخليه في صدارة المجموعة. الفارق بين الترجي الرياضي التونسي وبقية الأندية، الأهلي المصري راهو كي يكون في أفضل حالاته الأندية الأخرى يفتقها من بعضها، لكن وقت اللي يكون في وضعية سيئة ما يعرفش كيفاش يتعامل مع مقابلاته خارج، خاصة خارج الديار، كيف كيف الزمالك، كيف كيف الوداد، كيف كيف الرجاء. لكن بالنسبة للترجي الرياضي وقت اللي يكون في أفضل حالاته راهو يفتقها من بعضها الناس الكل واللي يجي قدامه، لكن وقت اللي يكون، وهذا الفارق بينه وبين بقية الأندية، وقت اللي يكون مش في أفضل حالاته يعرف كيفاش يديبلاسي ويعرف كيفاش يروح بنقاط ثمينة. قبل ما نحكيه على المقابلة وقبل ما نحكيه على نتيجتها، قبل ما نحكيه على الترجي الرياضي وشباب بالوزداد، برافو جماهير شباب بالوزداد اللي كانت متواجدة بأعداد غفيرة، تقريبا 50,000 متفرج، بما أنه ملعب 5 جويلية طاقته الاستيعابية 76,000 متفرج. جماهير شباب بالوزداد اللي دزت مع فريقها من الدقيقة الأولى للدقيقة 90، الجماعة ما سكتوش. لكن يندرى أبهرونا؟ أكيد لا، مستنسين ما نقولوش أفضل منهم، لكن نقولوا كيف كيف. برافو جماهير الترجي الرياضي التونسي، 5,000 متفرج في الجزائر يعني 50,000 متفرج في رادس، أكيد باش يكونوا متواجدين كان مش أكثر. لكن أهم نقطة نحب نعرج عليها، المشاكل بين الجماهير التونسية والجماهير الجزائرية راهي فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، وربي يهدي من كان سبب. اليوم كنشوفوا الجماهير الترجي الرياضي قبل المقابلة في شوارع الجزائر
تغني وتفبري وما عم بالها ما دار بها حد وما كلمها حد من الجماهير ومن الشعب الجزائري. كيف كيف الجماهير الجزائرية وقت اللي تجي تونس تغني تشنحها تعمل اللي تحب عليه راهو ما يكلمها حد في كنف الاحترام. وهذا كان يدل على شيء يدل راهي مشاكلنا مشاكل تافهة. أرجعوا للمقابلة، شباب بالوزداد حاليا شوية تروشيك شوية خبرة النجم يقولوا عليه أفضل فريق في القارة الإفريقية، النجم يقولوا عليه فريق قادر أنه يوصل للنهائي وحتى يفوز باللقب. عنده مدرب ممتاز واللي هو نبيل الكوكي، عنده حارس مرمى حارس الخبرة، عنده زوز ملعبية في اللاكس عبارة زازارة نحكيه على الحداد وبوشير، وخاصة هكا بوشير يا معلم يقوى عليه ربي على اليمين عنده لاعب واللي هو مختار بالخيثر بعقلية النادي الإفريقي، وعلى اليسار عنده لاعب واللي هو العوافي بعقلية النجم الرياضي الساحلي. والنقطة هذه راهي مهمة على الأخر ونقطة إيجابية وحافز للزوز ملعبية. في الوسط عنده ملعبية تكنيسيانات، عنده ملعبية جراح، وفي الأتاك عنده مهاجمين ربي. باختصار عنده 6 ملعبية بما أنه الحداد في اللاكس كان غايب، عنده 6 ملعبية كانوا متواجدين في نهائي الشان بين المنتخب الجزائري والمنتخب السنغالي. أفضل فريق في الجزائر مش من باب الصدفة أنه فاز على الزمالك المصري في مصر، باختصار عنده كل متطلبات النجاح. إيجابيات هذه كل اللي حكينا عليها وما نجمش يفوز على الترجي الرياضي اللي مش في أفضل حالته. هذا كان يدل على شيء، يدل أنه الترجي الرياضي فريق الخبرة، شباب بالوزداد مازال تنقصوا بعض الخبرة. اليوم كنشوفوا الكرة اللي نحاها بن حميدة من الخط، اليوم كنشوفوا الفرصة والكرة اللي نحاها بن شريفية برافو متاع كبارات. اليوم بن شريفية نقصته كرة كيف نهكا، نقصته باراد تاع استرجاع الثقة، جاتوا باراد استرجاع الثقة. قلت اليوم بن شريفية لعادي كريستيانو رونالدو لميسي لامبابي لوالو باش يسجلوا هدف يقعد 10 و15 وموسم كامل ما عادش يغلط. فما راعني الشوط الثاني غلط طريقة هذيك يا معلم، جاب ربي الكرة جات عنده أنا يو إيوالا اللي معروف عليه ديما ينقصوا الفينيش، واليوم نقصوا الفينيش. اليوم لو كان جات الكرة عند مهاجم كيف ما نعرف هنا حتى من وراء السنتر يحطها لك مش من وراء الدزويد. شوف الفرص هذه كل الضايعة، نقول التعادل اليوم ترجي رياضي ضد شباب الوزداد في الجزائر يعتبر تعادل إيجابي، فما بالك اليوم الانتصار للترجي الرياضي نتيجة أكثر من إيجابية. لكن هذا الكل راهي ثم نقاط ضعف. اليوم أفضل خط هو خط الدفاع بالنسبة للترجي الرياضي، خط الوسط اسمه على جسمه اليوم متوسط لأكثر ولا أقل، وخط الهجوم تقريبا ضايع باستثناء حمدو الهوني اللي كان يظهر في بعض الأوقات ويرقد في أوقات أخرى، لكن بعد ما سجل هدف، هدف بصراحة عالمي، هدف يغفر له كل الذنوب اللي قام بها، برافو حمدو الهوني. الترجي الرياضي التونسي الانتصار بكنا نعرفه وراه يخفي بعض النقائص. اليوم ثم نقائص ما على المدرب نبيل معلول كان يصلحها قبل المقابلة القادمة ضد الزمالك المصري. الترجي الرياضي لو ينتصر أمام الزمالك المصري وما عندوش حتى خيار إلا الانتصار أمام الزمالك تقريبا حط قدم في الدور الثاني. في ختام الحلقة من نجمه كان نقوله حظ موافق للترجي الرياضي التونسي ممثل الكرة التونسية في مسابقة إفريقية، حظ موافق للمنتخب التونسي اللي تستنى في مقابلة رسمية أمام المنتخب اللي بمقابلة مؤهلة كأس إفريقيا الكوت ديفوار 2024، حظ موافق للاعبين الدوليين في الدوري التونسي في الدوريات الأوروبية. تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.